بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ما كنت يوما شيخا معتما، ولست بأمور الفتوى ملما، وكيف أجرؤ على الفتوى وفي المدينة مالك، وفيها من هم أبرع مني في ذلك، فأنا لا أقفو ما ليس لي به علم، ولا أفتي لا في الحرب ولا في السلم، إنني مجرد أستاذ للنحو والصرف، ومختص بشؤون الفعل والاسم والحرف. مهنتي التعليم والتدريس، وهي بعيدة عن النفاق والتدليس، ولست ممن ادعى القدرة فأفتى في غير ظرف وحال وحتى. ومع هذا فقد يحسبني بعض الناس بدافع من لبس والتباس، أو بعامل من وثوق بي وثقة ومحبة لشخصي مطلقة، يحسبونني عالما نبيها وفي مجال الإفتاء فقيها. وأنا لا أنكر أنني مطلع على علوم الدنيا، ولكنه ينقصني الكثير ما دمت أحيا، ولا يخولني مقدار علمي المتواضع أن أفتي بين الناس في الجامع. ومهما استعلمت واستوضحت واستقصيت واستفهمت، فإن الإفتاء مسؤولية كبرى، ولا تمنح من يفتي إذا زل في فتواه عذرا. فالفتوى يجب أن تكون منسجمة مع العقل في الاجتهاد والقياس والنقل، وعليها أن تصحح المفاهيم وتسير مع النهج القويم، فلا ينفر منها الذوق السليم. وكم سمعنا عن مفتٍ اجتهد فتعثر، وباء بالخذلان إن لم نقل أكثر. ولقد حامت حول الإفتاء الشبهات، لكثرة ما ادعى شأنه نكرات، ولقلة المفتين الأجلاء الثقات، إذ صارت الفتوى حرفة ومهنة يزاولها كل من هب ودب، فإن شاءوا أبعدونا عن الجنة، وإن شاءوا قربونا من الرب. كثر المفتون، وما أحدنا بأحدهم بمفتون، فمنهم من هو عديم الخبرة حديث السن، لا يفرق بين النبي وهوشيم، ورغم ذلك فهو يفتي بقص الشارب وتزجيج الحواجب وتزويج الأقارب، وهو من معرفته بالصحابة يترضى على علي بابا. وكلما أوغل واجتهد عن جوهر الدين ابتعد، ومنهم من تصدى للخطابة فأصبح إماما، وخصصوا له على الشاشة بروجراما، ونسوا أن على من يفتي أن يكون غزير الموارد، عليما بالفوائد، فقيها بالمقاصد، عالما بالأثر، مطلعا على أحوال البشر، حسن الصياغة، معتدل البلاغة، جمله مستساغة، فصيح البيان، طلق اللسان، تقي الجنان، قد أكسبته الحياة نضجا وخبرة، فاستخلص منها كل مغزى وعبرة. أصلح الله المفتين جميعا، وبارك بمن كان لضميره مطيعا. وإني عموما لا أعرض بالمفتي ذي المنصب الرسمي، فهو لا يتمتع بصلاحيات واسعة في حدود علمي، فهو بفتاويه مقيد بالرقابة محاصر، ويسائلونه إذا على تعزيزها أصر، ذلك أن الإفتاء ملتبس بسياسة، وكثيرا ما يكون بأمر الساسة. ثم إن من يفتي ليس له التصرف المطلق دون إذن من السلطة مسبق، ولا شد ما يظلم المفتي بين الأنام، ولطالما شبح الظن حوله قد حام. فمن الناس من يعتبره نزيها، ومنهم من يجده سفيها. فكما ترون الإفتاء بين الناس مجلبة لوجع الرأس،
فوالله لو كلفت بالإفتاء مع الكارت بلانش لاعتذرت ولو بلطوا لي بحر المانش. فأرجو منكم حصر أسئلتكم في مجال النحو، وسنصل بر الأمان على هذا النحو. سيدي، ما هو نزع الخافض؟ أحسنت. نقول مثلا نزلت البئرة، والأصل نزلت إلى البئر، والخافض هنا هو حرف الجر، إذن إعراب البئر هو منصوب بنزع الخافض. غيره؟ ما بصدق عيوني، جوزي عرفان عم يشتغل بالزريعة طول عمرك تارك هالشغلة علي. تصوري من وقت ما كنت بالابتدائي ما زرعت حبة. ايه لا، ليش كنت تزرع بالابتدائي؟ معلوم بالمدرسة كانوا يقولوا لنا انه زرعوا هيك، يعني عدس على كومة قطن او حمص على شاشية قماش رطبة. يعني هلا اذا طلعت زرعتك احلى من غيرك بسلموك انت مدير شركة التنمية الزراعية؟ معلوم، وهي المسابقة اقترح رؤوف بيك بنفسه. شو قصده من ورا هالشغلة؟ امتحان، أكيد بده يمتحنا. قسما بالله لا ساوي له نبتة ما في إختي بكل البلد. عظيم حقيقي. شايفة؟ شايفة شلون صارت على السماد ما شاء الله؟ نبتة شو هاي؟ ما بعرف. وخدي مني كمان يا ستي، رؤوف بيك كمان ما بيعرف لأنه عطانا هاي البذور لعلى الدعيم. بس يمكن لك ها، هاي البذرة بذرة نبات زينة. ليكي ليكي ما شاء الله. يلا تركيا تفضلي. غنى؟ ايه حبيبي. عم تسقي الزرع حبيبتي؟ الله يسمعنا الاخبار الطيبه يا ابو صابر. وشو قصدك بالاخبار الطيبه ها؟ ليش ما دريتوا؟ وشو بدنا ندر؟ ابو صابر ما خبرتهم؟ شو بدي اخبرهم يا عمي؟ شو بدي افتح الاندلس انا؟ شو هي الخبريه يا ابو صابر؟ بدك تخبي علينا ها؟ ما بديش خبي وبديش انقبر على قلبي. كل القصه ما فيها اني مالي شوي وضجر. مشان هيك ابو صابر حبي غير الجو. قل لهم يا ابو صابر قل لهم. ايه والله يا ابو مرعي حابب بغير جو. ولوين بدك تروح حتى تغير جو يا ابو صابر؟ بدي اروح على العاصمه. على العاصمه؟ وليش مين الك بالعاصمه لحتى تروح لعنده؟ ماليش حدا، هيك رأي لحالي. امرك عجيب يا ابو صابر، حدا بيغير جو بالعاصمه؟ ليش شو بها العاصمه؟ قسما بالواحد الاحد انه ما في اجمل واحلى من هالعاصمه. أنا بكفيني عايش طول عمري بين الجيج والبقر والتوس والمعزي، يعني بحق ليش روح فرفش لي شوي بالمدينة؟ ما بحق ليش يا عمي؟ شو بقى من هالعمر ها؟ قولتك، ما بقي بالعمر أكثر من يلي مضى. وليش العاصمة بالذات؟ ما تروح تغير جو مكان ثاني؟ مكان ثاني وين يعني؟ كل اللي أشوف فيه شو في أحسن من العاصمة، هيك أشوف. بس العاصمة زحمة وغبرة وشوب كثير، مش هيك يا أبو مرعي؟ مضبوط، ولازم اهل العاصمه هن ان يجوا لعنا غير جو، مش العكس. طبعا، لانه ضيعتنا ضيعه وادي الهوى، بيضربوا فيها المثل بجوها وهواها العليل وميتها لمثل الزلال. تقعدوش تلعبوا بعقلي يمين وشمال. انا قررت غير جو بالعاصمه بالزحمه وبالشو. حدا اخو مراقي شيء؟ عال نحن رح نتركك على راحتك. بس يا ابو صابر، من امتى مرايح على العاصمه؟ يعني شي 7-8 سنين صار لي، بس الناس عم بتقول لي انه في كتير شغلات تغيرت بالعاصمه وصارت احلى. بقى بدي روح غير جو لو انطبقت السماء على الارض. حلال عليك يا عمي، وما حدا رح يخالفك. بس يا ابو صابر، العاصمه تغيرت، صارت اسعار نار وغاليه، وانت طيب ودرويش ومصرياتك على قدي. لا تخافش علي، لا تخافش، انا محوش شويه مصاري مخبيه تحت البلاطه وماني بعازة حدا. العفو مش هذا القصد، بس أولاد المدينة ملاعين وانت غشيم بالناس،
بكرة بيفوتوك مع أم العروس وبيطالعوك مع أم العريس. شو قصدك يعني؟ شو قصدك؟ أنا بدي فوت بين النسوة؟ شو عم تحكي أنت يا أبو صالح؟ أخص عليك أخص، مكان العشم فيك هيك يا أبو صالح. ولك هذا مثل، مثل يا أبو صابر. شفت شلون إنك غشيم وخفيف عقل؟ أنا خفيف عقل؟ قسما بالواحد الأحد الذي لا إله إلا هو، ما في حدا غيرك قليل عقل. لك على الحكي الفاضي لك. هلا لا تخطف الكباية من رأس الماعون. أبو صالح بيقصد إنه أنت طيب كثير وقلبك أبيض مثل شق اللفت. أولاد المدينة بيضحكوا عليك وبفوتوك بالحيط. أنا بدي فوتوني بالحيط؟ أكيد بياكلوك لحم وبيرموك عظم. لك شو شايفني ولد صغير قدامك؟ أنا ولادي صار عندهم أولاد. أنا أبو صابر على سنه وربح راعي المهرة ولك. لا حول ولا قوة إلا بالله يا أبو صابر. أبتبطلش العادي؟ أنا عادي، أنا عادي ها؟ يعني كل ما الواحد حكى معك كلمة بتقب وبتصير مثل النار، يعني بيركبك 100 عفريت. لك إن شاء الله 100 عفريت يركبوك أنت. فهمت ولا ما فهمت؟ يا أبو صابر، يا أبو صابر، الناس تغيرت وما عادت مثل الأول. صدقني بالعاصمة بيضحكوا عليك وبيشلحوك مصرياتك وما بيخلوا معك ولا قرش. لسه بيقل يضحكوا عليك؟ لك شو جنيت أنت؟ جنيت ولا غيران مني؟ ها، وليش لحتى غير منك بقى؟ لأنه أني رايح أغير جو وأنت قاعد هون مثل النسوان، لا طلع ولا فوت. ولك معقولة نحن نغار منك ونحزدك يا أبو صابر؟ أكل مدة ومدة مننزل على عاصمة، بس اللي منقصده إنه أهالي وأولاد العاصمة ملعين أشرار. بكرة بيشوفوك طيب وعلى نياتك بيضحكوا عليك وبيعملوا فيك العجائب. مظبوط، وأنا عم بسمع قصص وحكايات بتشيب شعر الراس بعد. أولاد الحرام كثار يا أبو صابر، كثار كثير. هلق شيلونا من هالزيرة يا عمي، كل واحد عنده كلمة حلوة يضبها بحلقه، أحسن ما نتخانق ونتزاعل مع بعضنا. ها، أنا وصابر راعي المهرة على سنه ورمح، ما حداش بيطلعوا معي. شو مفكريني ابن اليوم؟ يعني مقلع سنيني بمعشرة العالم. مزبوط، بس بالعاصمة بيطلع لكش يا أبو صابر، بيطلع لكش. قال ما بيطلع ليش قال؟ يعني بلعب العاصمة كلها على صبيعي. نحن عم ننصحك ونوصيك يا أبو صابر. كثير خيرك، وصلت النصيحة. لا توصيش حريص، نحن لها يا أبو صالح، نحن لها. أصبح بكرة من مر عليك مشان ودعك يا أبو صابر. لا بدي توصلني ولا تودعني، يعني ودي حالي بحالي. يلا يا جماعة، عن إذنكم، أنا قايمة يسر، خاطركم. الله معك يا أبو صابر، دير بالك حالك. ها، انتبه منيح، ما تخلي حدا يلعب بعقلك. الله معك يا أبو صابر، دير بالك منيح. ها، يالو يالو، رايح على عاصمة. الله يوفقك. الله معك. صحيح بدك تروح تغير جو بالمدينة يا بي؟ ايه والله يا صابر، ولا ما بحق لي. ولو معقولة، انت يلي بحق لك. بس يعني شو رأيك تاخذني معك؟ لا يا صابر، لا، شو أخذك معي؟ انت خليك بدروسك، ولا نسيان انه السنة عندك بكارولية؟ مش نسيان يا بي، بس يعني أبلاقيهاش مناسبة تنزل لحالك على المدينة. وليش ما بتلاقيهاش مناسبة يا بعدي؟ يعني مسكت كتاب صرت تفهم أكثر من بيك ومفكر حالك؟ تفضل قل لي شو المناسب. المناسب اني روح معك. اقعد اقعد، حاجي بقى تفلسف وحاجي فاضي. أنا بدي روح لحالي، هيك بدي غير جو لوحدي من دون ما أخذ حدا معي. منيح؟ بس أنا خايف عليك يا بي، يعني هلق بتروح المدينة بشوفوك لحالك بيقوموا بيضحكوا عليك. يا خراس، لسه قاعد لي مثل العنزة الطرحاني وقاعد تعلمني شو بدي أعمل وما أعمل. يلا قوم انقلع من خلقتي، قوم. الله، قاعد يضحكوا علي. قاعد